انساي انسى. سمعت الكليب؟ نار صح؟ كلش جوي رمضان. أقول أختكم تبيكم. إيش تبي فينا؟ أكيد في أخبار مو زينة. لا يكون بس بتبيع البيت. بكيفك هو؟ البيت أصلاً مو باسمها، شلون تبيعه؟ هي للحين مو مسجلة البيت باسمها؟ أقول بتقعدون تفتون الحين تجي وسألوها. هاي صباح الخير. هلا هلا يا نور على أختنا الحلوة. يعني على هالابتسامة الحلوة والطلة الأنيقة أكيد أكيد عندك خبر حلو. طبعاً أنا من متى ما يجيب لكم أخبار حلوة ها؟ تكفين شمور تكفين وديني سافريني مكتئب طاقة كبدي أبي أروح ميكانوس يبا راضي أروح بكونومي وقافي وديني بس خل أروح خل أشوفها خل أطب داخل. الخميس إن شاء الله عرسي. أنا عبالي بتقولي لي الخميس بتحجزين لي زين وبعدين؟ هذا أنا قلت أقول لكم من الحين عشان تدبرون عمركم لأن أنا سامع أن أبوي بياخذ بيته أدبروا عمركم. لحظة خيتي شلون يعني إحنا وحريمنا ننام بالشارع؟ والله عاد أنتوا كيفكم. أنا اللي سمعته أبوي قاعد يصف حساباته بالديرة يبي يروح يعيش برا. كيفكم هالعيش اللي أنتوا عايشينها هالعز هذا ماكو خلاص روحوا دبروا عمركم. الحكي هذا صج ولا بس تبتصرفينا تطردينا؟ وليش أنا أصرفكم؟ أنا أخاف منكم؟ أنا لو بطردكم عيني بعينكم شنو أخاف منكم يعني؟ ليش ما قلتي لي يما؟ هذا أنا قلت يلا دبروا عمركم.